السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مباشرة من الدار البيضاء معنا واحد السجين التائب. ندم على الحياة السجنية اللي دوز، غادي يعود لنا القصة الكاملة كيفاش دخل الحبس وشنو هما الأسباب اللي خلاته دخل الحبس. كانت عنده 16 عام، دابا عادت عنده 28 عام، 12 عام ديال الحبس. قصة خطيرة وخطيرة جدا، قصة للعبرة ليست للفرجة. تنتمناو تشاهدوا هذه القصة. السلام عليكم، عاود لينا خويا. السلام ورحمة الله. الحوار قبل قلت لي السبب ديالك وكان القدوة ديالك بأنك خرجتي هذا العالم ديال الإجرام ودوزتي 16 عام ديال الحب، هو الأب ديالك. الأب ديالي عاود لينا كيفاش. اللي هو الأب ديالي كنت يبيع في المخدرات، اللي هو الأب ديالي كنت يدخل سكران على الأم تبقى يضرب وحدانا. حنا مازالين صغار تنشوف داك الشيء، تبقى يسد عليا الباب وتبقى يقتل في الأم ديالي. اللي هو كان يستعمل الخمر وتستعمل أقراص المهروسة اللي هو القرقوبي، تستعمل المخدرات كاملة، جميع المخدرات كان يستعملها الأب ديالي، وكان بلي بالقمر. كانت يدي دل الام ديالي الذهب ديالها، دلها كل شيء اللي هي المراس، واللي كنت مازال صغير واول كنت نتاثر، واللي هو زدت تاثرت وتعقدت نفساني وبالسبب نخرج للاجرام، اللي هو جبت موس وضرب امي لوجهها، طيحها في وجهها بحال دابا ضربها مع شي 12 د الليل لغدا الصباح، ماشي 5 د الصباح خرجت هاجرت انا. وهذيك الساعه العمر ديالك كان صغير؟ العمر ديالي انا مازال تنعرفش. هو السبب ديالي انا يا هو الاب. اب دمرنا وترشنا بزاف، هو حنا واخا هو راه في القبر هادشي هذا مخال. حنا تنقولوا شي حاجه ديال حنا بغينا العبره، شي حنا ماشي بغينا الناس باش تفرج، حنا بغينا هادشي يكون العبره. هادشي كامل راه تنطالب من الناس كامل، الاب والام يتحاوروا غير بيناتهم، يحاولوا ما يتسرعوش حدا ولادهم صغار، ويحاولوا ما يتسرعوش حدا ولادهم. بحال دابا الام ما يضربها ولا كذا، ما ضرباش حدا ولدك صغير، ولدك صغير راه تيطلع معقد. اللي هو العبره ديالي انايا، اللي هي بسبب هادشي كامل انايا ضاعت حياتي بهادشي كامل، ودمرت بزاف د الحوايج بسبب الاب ديالي هو وسببي في هادشي كامل. دابا الناس ياخذوا من عند الاباء ديالهم الحوايج الزوينين باش يزادوا في الحياه ديالهم، بصح باش ما يضيعوش. باش ماشي الاب ديال الاب ديالك يتولي في عمره ديك 16 عام ولا في ديك 12 13 عام يبقى يتفكر داك الشيء الصغير اللي كان تيشوف بعينيه. واخا ما يهضرش راه عينيه تيشوف، ولكن ملي تيكبر الانسان راه تيبقى عاد تيبقى يرد بحال دابا يجلس، يجي واحد اخر يعايروه، يجي واحد. عرفنا الاسم ديالك. محمد. سي محمد. السبب اللي خلاك انك تبقى تضرب وجهك بزاف. السبب ديالي اللي هو السبب ديالي انايا. السبب ديالي قصه طويله، السبب ديالي بزاف، سببي والدي، سببي السجن، سببي الصحاب اللي خرجوا عليا بزاف د الحوايج. دابا غتعاود لينا على الطفوله ديالك ملي كنتي صغير، يعني كيفاش من بريء مشيتي بواحد الطريق لواحد العالم اللي انت دابا كتعاني واديتي الثمن غالي يعني. الطفوله ديالك كيفاش كانت؟ الطفوله ديالي كانت صعيبه جدا بزاف، صعيبه. الطفولة ديالي أنايا تنطلب ربي الحبيب ما يدوزش شي واحد اللي دوز أنا الطفولة ديالي. طفولة عانيت عائلي، عانيت بزاف، تعرضت لبزاف د الحوايج مازال صغير. بالنسبة الأب والأم ديالك، الأب والأم صغار كانوا بيناتهم مشاكل، كان توتر عائلي يعني، كان بصح. كيفاش كنت أنت كتعيش وسط منهم؟ وسط منهم كنت نعيش في بيت أنايا، راه الأب ديالي ملي تيدخل للدار تيطرق عليا في بيت، وبقى تنبقى نسمع غير الغوت ديال الام ديالي، انا تنبقى نبكي. كانوا دائما في التجار، كان اللي هو الاب ديالك، اللي هو اللي يضرب الام ديالك لوجهها، انت مازال قصير وتتشوف انا واقف وتنشوف. كيفاش ضربها؟ كيفاش ضربها لوجهها؟ باش ضربها موس يعني خيطات شحال؟ خيطات عندها تقريبا، دارت مسكينه الام ديالي الله يرحمها، دارت تقريبا شي 40 غرزه في وجهها، 40 غرزه في وجهها.
اللي هو انا مازال في عمري شي 11 عام تنشوف داك الشيء طبقتي على وجهك وليت داك الشيء اللي جات في الام ديالي جات رديت وجهي انايا كامل على عشر الام دابا انت داك الضرب اللي كنتي كتضرب راسك بحال واحد مثلا واحد المعاناه يعني ماشي اللي بغيت نوصل لك يعني بحال انت كتبرد هذاك الحر او هذاك الضغط اللي عندك انت مثلا اللي كتشوف ما لقيتيش فين تفرغوا كتفرغوا فراسك تنفرغوا فراسي تنتعدى على راسي بزاف تنضرب راسي وكذا وليت تنتعرض للمخدرات وليت تنتعرض بزاف شنو انواع المخدرات اللي كنت نستعمل كل شيء استاذ كنت نستعمل كل شيء انا بقوه المخدرات اللي قد لي حتى حاجه كنت استاذ تنقبض كوبيره خبزه تنحشيها في الشاقمه ديال الكار باش نخلي الكار يدير امار باش تخرج ديك الكوبيره كحله كنت ناكل داك الدخان ديالو ديك الدخان كنت ناكلو كنت تنبغي ندير جميع المخدرات باش ننسى بزاف علاش كتضرب راسك واش كتكون في حاله عاديه ولا كتكون مهلوسه انا نضرب راسي في حاله عاديه في حاله مهرويسه في اي لحظه نضرب راسي علاش في اي لحظه نضرب راسي في السجن اللي دوزت اول قبضه ديالي السجن ديالي اول ما نعرف السجن اللي هو السجن 10 سنوات هذه اول ما نعرف السجن في عمري 16 عام شنو هو سبب الاعتقال ديالك الاعتقال ديالي السرقه يعني السرقه خديت 10 سنوات واش كنتو عصابه ولا شنو عصابه بينا اللي هو انا كانوا اللي هو انا اسخاش خمسه الاشخاص استغلوني اللي هو انا مده في عمري 13 عام كنا اول ما يستغلوني اول ما نتعرضوا للاجرام ولا نديروا الجرائم دخلوني لواحد الدار جلس عطاوني المخدرات كليتها في مناضة الدواء قرقوبي عطاوني الخمر شربته خرجنا اللي هو استعدنا خرجنا بالليل درنا الجريمه الاولى شنو الجريمه اللي ارتكبتوا؟ نوع الجريمه وقفنا على اشخاص وقفت على اشخاص وقفوا علينا وقفنا علينا بالمواس تاخذوا ليهم دينا لهم رزق هذاك الشيء ديالهم هذاك الشيء ديالهم الحوزه ديالهم انا راه غادي ندير الجريمه غادي صحه عليا ماشي خاطري غادي نجي غادي صحه عليا وغادي فاقد الوعد باش ندير الجريمه من بعد بنادم العقل الصغر الفلوس كذا كذا من بعد شحال من مره تعتقلت تعتقلت المره الاولى في 2008 شحال من مره تعتقلت عندي في المجموع تقريبا شي 16 عام ديال المؤسسه 16 عام ديال المؤسسه دابا شنو هي الرساله اللي غتبغي تعطي لهذا الشباب ولهذا الجيل مثلا صاعد هذا الرساله بخصوص عالم الانحراف علاش شنو صورتي انت هذا عالم الانحراف هذا اللي ما صورتش حاجه صورت ضيع راسي ودمرت حياتي وانا متشرد في الزنقه هذا الشيء اللي صورت انا ما مصورتش شي حاجه انا خوتي شوف انا خوتي الجيل ديالي ديال داب الجيل اللي طالع داب انا راه تنبكي عليكم اخوت خصكم تجعاني ولا عانيت انايا خصكم تدوزوا العذاب اللي تعذبت انايا وتطالب بالتالي تطالب الام والاب ما تدابزوش حدا ولادكم هما مازال في عمرهم صغارين قصيرين ما تدابزوش حدا راه مع المده يكبر السيد يتعقد سيدي بقيت تفكر داك الشيء اللي هو محمد عيروض هو حداكم تيهضر اللي هو عانيت هادشي انايا ندمتي دابا خويا انا ندمت بزاف ندمت بزاف بزاف د الحوايج ندمت انا وليت دابا سنعاني انا ملي شمش نطالب انايا ملي شمش انا ابر وخي تصوب لي وجهي ولا ما يتصوبش انا ما نطالبش نطالب انا شنو نطالب ربي يديني لعندو ما يخلينيش معذب في هاد الحياة علاش الناس عايشة وانا عايش في القهرة وعايش بز ليلى يالله وصافي تنطالب الناس المسؤولين الكبار تحاوروا مع هاد الناس اللي بحالي تحاوروا معاهم وجلسوا معاهم وهضروا معاهم وتعرفوهم شنو هما ماشي تشوفوا تقول هذاك مجرم دابا بالنسبه للوجه ديالك وهاد الدور الندب اللي عندك في الوجه ديالك يعني شنو هي المعاناه اللي كتعاني بخصوص مثلا وجهك مضروب واش كتلقى مثلا يعني واحد النفور مع الناس واش كتلقى مثلا السلطه واش في كل لحظه كيوقفوك يعني شنو هي المعاناه اللي كتعاني مع هذا الوجه هذا سنعاني انايا اي لحظه دابا انايا استاذ كاينين شي بلايص اللي بنادم تيجلس فيهم بحالو بحال المواطن ويجلس ويسايح كذا انا محرومين عليا ما نقدرش نمشي للخلال خلال خلال نجلس فيه ما نجلسش مع الناس مواطنين نجلس سايا هنا نحط انا شي دقيقه ونفرح براسي بالله راني جالس انا كذا لا نجلس يديوني المخزن نجلس يديروا لي المخزن يقبضوني يديروا لي الشبهات مع الناس مديني المخزن تيبقاو يشوفوا
الحمام بحال دابا حمام تنهضر مع مول الحمام تنقول له تمشي عنده تنبغي يمشي نتحمم ما ندخلوش ما نقدرش نعري ذاتي حدا عباد الله دابا البحر نمشي للبحر ما نقدرش نعري ذاتي عندي وجهي ويدي هذه كامله عندي ضربه باطل فيها اللي هو الاصبع ديالي مسنطويش عندي ضربه باطل صبعي دابا غير البحر البحر ما نمشيلوش نمشي للواد وما نمشيش للبحر علاش انايا علاش هادشي هادي كامل انا محقور اللي هو محقور في المغرب ديالي اللي هو محقور بزاف علاش اش ندير انا هاك لا نبقى بحال هاد الحاله هادي قول يا خويا شي رساله للشباب اللي كيفكر انه واحد النهار تاهو يضرب وجهه لا 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 تنطالب من هاد الشباب خوتي تنطالب منكم لوجه الله اللي يسهل عليكم اخوتي ما عمر شي واحد يبغي يقيس راسه انتوما عندي عمليه فجئه انا راسي دايرهم عندي كلشي دابا انا سنعاني دابا انا تنسم غادي خصني قرعه د الماء علاش عندي العرق ضرق قايس وانا بضربه نسبق ما نقدرش بزاف تنقلهم واش تقول للشباب اللي كيشوفوا واش تقول لهم هاد الشباب هادو كامل اللي تيشوفوني تنطالب منكم تصلوا في والديكم وحاولوا ما تسرعوش واخا يكون بنادم مستعمل المخدرات واخا يكون مستعمل اي حاجه يحاول ما يقيش راسه ميقيش ذاته ميقيش المجتمع ديالنا راه ما تيرحمش راه ما تيرحمش اخوتي المجتمع ديالنا راه كاينين الناس اللي هما محسنين لا يقول مسكين داك الانسان وقع له داكشي وكاينين الناس اللي تمدايز تكون قابضه غير تليفون في يدها حاشاك تردمو حاشاك كدا دير له تخبعو انت غير علاش انا نيتي حسنه دابا انا الطوبيس اللي هو خوتي هانتوما اللي بنادم عيقيس راسو انا الطوبيس انا ضرب دابا الطوبيس محروم عليا ما نطلعش من الطوبيس كاع واخا نكون ابعد بلاصه نجي على رجلي عندي فلوسي وعندي كدا ونجي على رجلي تنطالب منكم خوتي انا راه هاد الرساله تنصيفطها لكم كاملين راه الوقت مزيانه راه الوقت مزيانه وكاينه الخدمه وكاينه اي حاجه البنادم يحاول ما يقيش راسو بزاف ويحاول يبعد من الاجرام يبعد من بزاف د الحوايج هادشي راه الضياع قلت لك ضيع راسك ضيع راسك وتضيع والديك معاك اللي هو كيما فقدتهم انا الله يرحمهم خي لا اله الا الله محمد رسول الله تنشكركم جزيلا كاملين تنشكركم الرساله ديالك راه هي وصلت للشباب ولا الجيل هذا باش ما يوقعوش نفس الغلط اللي وقعتي فيه انت وكيوقعوا فيه بزاف الاخوان اللي ربما كيكون الصغور والطيش والمراهقه والدفاع وربما كيكون التمرد على الوالدين يعني هذه كلها اسباب اللي كتدفع الشباب يعني في الصغر ديالهم انهم يشوفوا هذا الطريق اللي العاقبه ديالها كتكون صعيبه وخيمه يعني بحال دابا انت مثلا راه فعلا تعاني وتعاني في صمت نتمنوا لك ان شاء الله شي تاويل ديال الخير وعلى قوله الله اكبر وان شاء الله نتمنى اننا نوصلوا الصوت ديالك للناس اللي عندهم القلوب الرحيمه الناس اللي كيحنوا بالقلب ديالهم ويتعاونوا معك ويديروا معك شي حوايج اللي ربما كتعويض والسلام عليكم ما بقى لنا الا ندعوكم والى بث مباشر اخر كانت هذه قصه للعبره ليست للفرجه كما تشاهدوه الشاب يعادي ويعاني بسببه هو لدار هذا الشيء النفس ديالو بانه ضرب وجهه ضرب اللحم ديالو بانه كل شيء عاد خايف منه كل شيء عاد تيتهرب منه ما لقى حتى شي واحد اللي يساعده ما بقى حتى شي واحد اللي يخدمه الان متشرد هنا بمدينه الدار البيضاء هو قود فاس جاق المدينه الدار البيضاء حتى شي واحد ما هز بيديه الان امام محطه ولاد زيان متشرد ما لاقيش فين ينعس ما لاقيش فين يمشي الحمام تمنع عليه بانه يمشي لقهوه ما تيقدرش يريح فيها الطوبيس ما تيقدرش يطلع ليه الان تعيش معاناه ومعاناه كبيره جينا اليوم وفوجنا عليه واحد شويه بانه كان عنده واحد الغمه كان تيطلب من عند الله بانه يقبض الروح ديالو ما يبقاش عايش في هذه الدنيا ولكن تنقولوا له لا ما تقولش بحال ما هذيك الهضره كاينين الناس قلوب رحيمه هنا في المغرب غادي يكونوا الناس غادي يكونوا المحسنين غادي يشدوا بيديك غادي يتعاونوا معاك
ولكن ما تدعيش على النفس ديالك بالموت. الله هو اللي مطالع على القلوب، هو اللي مطالع على الضمائر ديال الناس، وتتمنى ويكون الخير ان شاء الله. ما بقى لنا الا ندعوكم والى بث مباشر اخر، والى اللقاء.